معانا النهارده الاعلام الكبير الكابتن ابراهيم فايق اللي منورنا ومشرف في موقع في الجول، ويعني سعداء بوجود حضرتك معانا النهارده. ربنا يخليك يا حامد، انا اللي مبسوط ان انا موجود معاك النهارده ومبسوط ان انا موجود في موقع في الجول، واحد من المواقع الكبيره المفضله بالنسبه لي. يعني خلينا نبدا باول سؤال ونستغل النهارده ان ابراهيم فايق مش مذيع، النهارده ابراهيم فايق معانا ضيف. أيوة. فعايزين نوصف لنا في كلمات محدده الضيف المثالي بالنسبه لك. لا بص يا خد بالك، هو الضيف المثالي ده يعني له معايير كتير. الضيف المثالي بالنسبه لي هو الضيف المناسب في التوقيت المناسب. يعني انت بتتكلم في حدث، في قضيه، فبيجي لك ضيف هو المسؤول او جزء من الحدث، او هو المسؤول عن الحدث او متابع للحدث، ده بيبقى بالنسبه لي على راس الاولويات في المثاليه. انما ما عنديش حاجه اسمها ضيف مثالي من حيث الردود، يعني لان انا ما ببقاش عارف الضيف اصلا هيبقى عايز يقول ايه او عايز يرد يقول ايه. ففكره المثاليه بالنسبه لي بتبقى واقفه بس عند المعايير بتاعه الضيف نفسه، هو جاي في توقيت انهي توقيت، توقيت ده مناسب ولا لا، لانه ممكن يكون عندك ضيف هايل جدا جدا بس جاي لك في توقيت مش مناسب خالص، فما يحظاش بنسبه المتابعه. ايه قصه المقدمه الناريه او التصريحات الناريه؟ هل دي ابراهيم فايق هو اللي مظبطها ولا دي مع تيم السوشيال ميديا ولا ايه بالظبط؟ والله بص يا حامد اقول لك على حاجه، وموضوع المقدمات الناريه دي انا واحد من الناس فكره المقدمات الناريه، يفتح النار، يسلط النار، يولع في اللي مش عارف ايه، انا بيني وبينك الكلاشيهات دي انا ما بحبهاش عشان ما يعني ما اكذبش عليك، بس هي لزقت يعني فاهم، فبقت كل شويه المقدمه الناريه. بس هي الفكره باختصار انه الناس في وقت من الاوقات الناس بتبقى عايزه تسمع رايك، عايزه تسمع توضيحك، احيانا بيكون انت عارف كويس انه انا بخرج بنفس الحده اللي انا بكون بتكلم فيها بطبيعه الحال مع فريق الاعداد بتاعي، لما بكون متضايق من موقف معين او شايف ان الموقف ده تحديدا لو احنا بنتكلم عن قضيه تخص مثلا منتخب مصر او تخص اتحاد الكوره او قضيه من القضايا العامه المهمه، انا ببقى داخل بنفس النبره بتاعتي، بنفس الحده بتاعتي، بنفس احساسي وشعوري كمواطن مصري، وبالتالي بتيجي من هنا فكره ان انا بقول بحاجات بانطباع الناس، فمشيت الفكره بالشكل بتاع المقدمات الناريه. يعني الناس الاول بس كانت يعني طول الوقت، انا مؤمن تماما انه الناس بتحب تسمع اراء، بس طبعا مش طول الوقت انت بتقول مقدمات، لما يكون هناك ما يستدعي ان انت تتكلم في قضيه بمقدمه يعني تكون في مكانها بنعمل ده، لكنه اوقات كتير جدا جدا ببتدي البرنامج من غير ما تخش في الموضوع على طول غير حاجه. تمام. ايه الوقت اللي ممكن تقاطع في الضيف؟ بس ده تكنيك، فخلينا اقول لك التكنيك يعني عموما مش مشكله، مش هبخل عليكم يعني. تمام. الضيف اللي بيعيد الجمله بالنسبه لي مرتين هو لازم يتقطع عليه. الضيف اللي بيعيد الجمله مرتين؟ يعني بس تسالته في موضوع فخلص الموضوع مرتين بدا يدور تاني، عامل زي كانه بالظبط شريط وبدا يعيد الشريط تاني، اول لما يعيد الشريط تاني لازم تقطعه خلاص، هو كده هو عنده حاله من حالات الاسترسال، او ان هو ضيف مش عارف يحط نقطه فيختم الكلام، فانت هنا خلاص الكلام هيبقى مكرر لازم يتقطع. او ده احنا بنتكلم على تكنيك له علاقه بامتى تقاطع او ابجديات او ادبيات المقاطعه. انما في حاجات تانيه مثلا لو ضيف مثلا هيخرج على النص يعني هنسيبه ولا ما مش هنسيبه؟ اكيد يعني هنقاطع، بس دي الحاله العامه يعني. لكن بتسالني انا في التكنيك اللي انا بستخدمه في شغلي لما يبتدي يكرر جمل. تمام. ازاي تقدر تنتقد لاعب او مدرب عموما غلط بس في نفس الوقت العلاقه اللي بينك وبينه ما تتاثرش؟ حلو السؤال ده، وخليني اقول لك انه بص، هي العلاقه دايما ما بين الاعلامي وما بين اي حد في المنظومه بتاعه الكوره لازم الناس تبقى فاهمه كويس قوي، الطرفين يعني الاعلامي لو انت بتتكلم عليا والطرف الثاني اللي هو بيمثل لاعب، بيمثل مدرب، بيمثل اي مصدر، لازم ما فاهم كويس انه العلاقه ديت ما فيهاش فكرة أنا هطلع على الهوا هحبيلك في حاجة أنت عملتها غلط، هي فيها أنت ماشي صح فهتاخد حقك، أنت ماشي غلط فهتنتقد. يعني اللي بيفهم أن ده شغلي وبيفهم أنه وأنا الحمد لله بفضل الله لما بنتقد حد عمري ما بعيب فيه، عمري ما بسيء إليه، عمري ما بحط من شأنه يعني، دي حقيقة. فهو انتقاد، ودايما أقول انتقادي هو مبني على فعل قاله أو تصريحات قالها، لكن انا ما بختلفش مع شخص، لذلك عمرك ما هتلاقيني لما بتكلم مع حد حتى وان هو يعني كان عنده غلطه كبيره اتكلمش عن اي حاجه تانية غير الموضوع ده، وان كان عنده رد فعل فانا دايما لو رد فعله جوه الموضوع ما عنديش مشكله ان احنا نتناقش، لما رد فعله بره الموضوع
هنا بيبقى بنروح في سكة تانية خالص. السكة ديت إذا شعرت إن فيها تجاوز في حقي هاخده بالقانون. أنا يمكن عملت ده قبل كده كتير يعني. فإذا الضيف هو فاهم أو إذا الصديق ده أو اللاعب أو المدرب فاهم ده فبيها ونعمة، مش فاهم خلاص بقى مش حاجة ترجع له يعني. الصداقة ديت عند الاستوديو، أول لما أدخل وأقفل باب الاستوديو أنا ماليش علاقة بحد. تمام. هل حصل بعد ما عاتبت حد ضيف مثلا سواء كان مدرب أو لاعب أو أي مصدر حصل اللي ما بينكم يعني هو زعل ان انت انتقلته كتير كتير لدرجة ان انا في حلقات معينة انا بقفل التليفون بعديها لان ببقى عارف انه يعني تلات ارباع الناس هتبقى عندها نوع من انواع العتاب واللوم وحاجات شبه كده. اذا كان العتاب له علاقة بتوضيح وجهة نظر فبها ونعمة. اذا كان العتاب له علاقة بانه طب انت جيت عليا وما كانش ينفع واصل واحنا اللي بينا وبتاع فبوضح له انه العلاقة ديت حاجة على جنب والشغل دي حاجة تانية. احنا ناس بيطلع على الشاشة، احنا في الاخر شغالين عند الناس، شغالين خدامين عند الناس. فهنيجي نقف قدام الناس نقول لهم لا والله واحد فلان وفلان ده غلطان جدا يعني فاهم غلطان جدا، فانا اطلع اقول لا والله دافع عنه عشان كذا كذا كذا. ليه؟ هو الراجل اللي قدام الشاشة اللي ورا الناحية التانية ده قاعد بيتفرج عليا مش عارف ان انا كذاب، مش عارف ان انا بقول اي حاجة، مش عارف ان انا راجل اونطجي يعني ما فيهاش يعني. كان الكلام ده ممكن يحصل قبل كده فالناس تقعد تشتكي وبس مفيش، بس ده جه وقت التغيير اللي هو يعني مش هينفع يعني نبقى صادقين بجد ونستحق المكان اللي احنا موجودين فيه بما يرضي الله يا اما لا. تمام. في الاخر هتختار بين مهنتك وعلاقتك الشخصيه معاه؟ لا مهنتي على طول الوقت، مهنتي وشغلي وده الحاجه اللي انا بحترفها ودي الحاجه اللي انا بعيش عشان خاطرها ودي الحاجه اللي انا بحبها يعني. اللي عايز اتفهم ده مش عايز اتفهمه هو حر. بس امتى لو انا اسأت لحد، انا في ناس كتير خسرتها وانا بحبها. انا خسرت الكابتن شوقي غريب وانا بحبه لانه اول لما عرفت ان تم تعيينه مدير فني طلعت على الهوا وقلت انه انا ضد الموضوع ده، مدير فني تاني المنتخب قلت ضد الموضوع ده وخسرت الكابتن شوقي. وانا زعلان ان انا خسرت الكابتن شوقي مش حاجه بسطاني لانه زعل مني جدا جدا. انا بحبه على المستوى الشخصي جدا جدا، شخص طيب ومؤدب وفي كل الصفات اللي انت تحبها. بس شغل يعني كلمه حق لازم تتقال في الوقت ده، ما ينفعش تتقالش. وكلامك انت في الوقت ده انت قلته فعلا بعد كده قرار طلع بقلة الكابتن تاني. انا قلت ساعتها انا قلت يا جماعه انا بحب الكابتن شوقي غريب وانا عارف ان الكلام ده هيزعل الكابتن شوقي غريب، هو مش هيتخيل ان انا اللي هنتقد الموضوع، متخيل ان ممكن اي حد تاني ينتقد. بالمناسبه هو ما زعلش من اي حد من الناس اللي انتقدته، وجه عندنا تحديدا وزعل. انا شايل ده على دماغي من فوق لان دي معزه ومحبه. بس للاسف في الشغل بيبقى فيه، ومش الكابتن شوقي غريب الحقيقه، بس يعني في ناس كتير انا خسرتها بسبب الشغل بس ببقى متضايق وزعلان. يمكن الناس ما بتعرفش الحاجات دي، ما بتعرفش ان احنا ان انا بدفع الثمن يعني. الناس ما بتعرفش ان انا بدفع الثمن، بس في النهايه المشاهد برضو لازم تقدم له افضل حاجه يعني. الناس بتشوف البرنامج بتاعك يبدا من الساعه 11. ايوه. الناس ما بتشوفش ايه اللي بيحصل قبل البرنامج. علقه. هل بقى وقت البرنامج او وقت المذيع كابراهيم فايق اعلامي بيبدا من اللمبه الحمراء ما تشتغل في الساعه 11 ولا هو بيبقى قبل كده؟ لا انا يومي بيبتدي من الصبح بدري يعني، بيبتدي ممكن من الساعه 9 الصبح، ودايما ببقى على تواصل مع فريق الاعداد وبشوف بتابع الدنيا ماشيه ازاي. العكس الساعه 11 دي اسهل حاجه بالنسبه لي يعني، بالنسبه لي الساعه 11 دي احنا خلاص جوه البرنامج، فاللي ذاكر ذاكر يعني واللي اجتهد اجتهد واللي اشتغل اشتغل. انما شغلي بيبتدي من بدايه اليوم، ومش من بدايه اليوم كمان، هو من اليوم اللي قبله يعني. الحلقه اللي خلصت احنا بنفكر في الحلقه اللي بعديها. ازاي في الشغل بتنسق مع فريق العمل؟ وهل طول الوقت وانت على الهوا الايربيز لازم ناس كتير بتكلمك ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ وتتضايق من الموضوع ده ولا لا؟ بتضايق جدا، وانت عارف ان انا بتضايق وما بحبش حد يكلمني في الايربيس. ويعني انا ما بحبش حد يكلمني في الايربيس لانه خليني اقول ده يمكن الناس اول مره تعرفه، انا تلات ارباع الشغل اللي بشتغله بيبقى افكار مترتبه في دماغي. انا يا جماعه عشان حضرتك تكونوا عارفين، انا ولا عمري في حياتي قريت من اوتو كيو، يعني عمري ما قريت حاجه من اوتو كيو. انا بطلع بانفعالاتي بشكلي بكلامي بطريقتي بكذا 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 الحقيقة. فانا ولا حتى كمان في مداخله بحب حد يفتح عليا الاير بيس مع ضيف، لان انا ببقى مركز جدا جدا في الكلام اللي هو بيقوله، فببقى عايز اجهز السؤال اللي بعديه. فما حد بيجي بقى انت عارف القصه. فطبعا في ابجديات يا جماعه في الاير بيس لما يتفتح ما بتحصلش احيانا كتير، فبتخليني مستفز يعني. انما بالنسبه للتنسيق مع فريق العمل، انا بفضل الله يمكن انا بقول الكلام ده في كل وقت يعني، مفيش حد بينفع ينجح في اي مكان الا اذا كان عنده فريق قوي.
وفي الشغلانه بتاعه الاعلام مفيش حاجه اسمها الوان مان شو. يعني المذيع ده لو هو مش في ظهره فريق اعداد قوي جدا وبيشتغل على طول ومش موظفين وشقيانين وتعبانين وعارفين النعمه اللي هم بيشتغلوا فيها. النعمه دي بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم ربنا اداهم واداني فرصه ان احنا نصحى الصبح نلاقي شغل. فاذا هم طول الوقت فاهمين ده وانا فاهم ده هنفضل طول الوقت نحترم الناس ونحترم نفسنا فنقدم كل يوم حاجه جديده. احنا بنجتهد جدا وبنتعب جدا وكفريق عمل بنتعب جدا وانا كمذيع بتحمل حاجات وضغوط كتيره جدا وكبيره جدا جدا يمكن الناس ما بتعرفش عنها وضغوط يوميه صعبه جدا جدا على اي حد يقدر يتحملها. بس في النهايه احنا ما بنطلعش الشكاير اسمنت لحد الدور العاشر في درجه حراره 40. احنا في النهايه ما بنشتغلش نطلع رمل فوق وننزل رمل من تحت. احنا في النهاية ربنا ادانا نعمة ان احنا بنعمل حاجة بنحبها قصاد ناس تانية احنا بنعملش حاجة. قصاد ناس تانية شقيانة وعرقانة وتعبانة وبتجيب اللقمة بالصعوبة احنا مش حاجة. فاذا احنا مش فاهمين انه احنا في نعمة والمفروض النعمة دي نحافظ عليها لان احنا في الاخر بنشتغل عند الناس وبنقدم لهم جانب ما ترفيهي علشان الراجل ده اللي شقيان طول اليوم اذا روح وفتح التلفزيون يلاقي حاجه كويسه فيتبسط يبقى انا محتاج اغير مكاني واغير فريق العمل او امشي لان انا ما استحقش المكان ده. فدي نقطه مهمه لازم التنسيق يبقى او الشغل نفسه يبقى على الابجديات ديت عشان الناس عندها حافز طول الوقت تعمل حاجه كويسه. واحنا بنتكلم في قصه الايربيس هل في مره خرجت عن تركيزك؟ خرجت عن تركيزي؟ لا هو الفكره انا ما بقاش حد يكلمني في الايربيس بس طبعا يعني انا من النوع اللي بيبقى خد بالك اللي دايما افكاره بتبقى مترتبه. مثلا انا في ضيف بيتكلم معاه فبيقول لي ولا كذا كذا ولا انت شايف ايه. فواحد قرر فجاه مره واحده ان هو قام دايس على الاير بيس يقول لي فهو بيقول دي ولا انت شايف ايه. فانا لا سمعت ده ولا سمعت ده ففي جابه في الهواء في مرحله سكون كده فانا ساكت لان انا ما سمعتش الراجل قال لي ايه فانا مش فاهم هو ساكت ليه ولا فهمت ده قال لي ايه. فاهم الفكره عامله ازاي؟ ف انا مش مستغرب هو الضيف وقف ليه فمعيش قول كده اللي انت قلته تاني. فده طبعا دي مشكله كبيره لانه في الابجديات بتاعت ازاي افتح الايربيس على مذيع انا بفتح الايربيس في سكته حاجه اسمها بنقول عليها هسه. الهسه ديت اللي هي ما بين جمل الوصل او جمل الربط. في الهسه دي انا هفتح اقول الكلمه مش هفتح اقول له موضوع تعبير. ده برضه في التكنيك هو الناس مالهاش دعوه بيه ده لكنه في النهايه برضه ايه انا ما بحبش حد يفتح عليا الايربيس بصراحه ما بحبش حد يفتح عليا الايربيس. يعني ابراهيم فايق هو من قدم رضا عبد العال الاعلام. هل شايف الانتقادات دي هو فعلا بتبقى حاجه قناعه شخصيه جواه ولا دي طبيعته ولا ده ايه؟ طبيعه بحته. اول لقاء ما بيني وما بين كابتن رضا عبد العال انا بفتكر في 2013 وكان الناس واخده على طريقه معينه في نقدها للناس. فانا فاكر شويه ساعتها سالته على لعيب معين فبقول له فلان الفلان قال لي ما عندوش فكره. الراجل ده بيقول ايه؟ ده انا برامجي كلها هوا. فكان ده في 2014 مش 13 عفوا لو قلت 13 14. قلت له مين ما عندوش فكره؟ فلان الفلاني. فقال لي فلان الفلاني. فهو من اول يوم وهو بطبيعته بشخصيته يمكن الناس بس يمكن كابتن رضا في الفترات اللي احنا اشتغلنا فيها مع بعض وعلى فكره دي حاجه انا بتشرف بيها. كابتن رضا عبد العال ده نجم كبير نجم كوره كبير جدا جدا. له اراء هو 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 يتحملها دائما وابدا يعني. بس في النهايه انت بتسالني بتقول لي وقت ما كنا شغالين مع بعض اراءه انطباعيه بحته طبيعيه بلا اي افتعال. يعني هو دي قناعاته على فكره بيقولها بره بيقولها جوه. طب انت ما بتتكلمش معاه بحكم قربك ليه مثلا؟ طب يعني بلاش تنتقد قوي كده طب نهدي شويه ولا ما انا يعني لا طبعا انا مش من حق ان انا اقول لحد قول ايه وما تقولش ايه. زي ما انا مثلا مش هقبل ان حد يجي مثلا يقول لي انت دلوقتي بتنتقد اتحاد الكوره وتوقف انتقاد اتحاد الكوره او انت وقفت انتقاد اتحاد الكوره ما ترجع تنتقد اتحاد الكوره. لا هو وجهه نظر. انا امتى اتكلم؟ لما يكون في نوع من انواع الخروج على النص. وكابتن رضا احنا بقالنا يمكن فتره طويله ما بنشتغلش مع بعض انما انا على تواصل دايما بيه لان انا بحب الكابتن رضا عبد العال. انا بحبه على المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني واي حد في الدنيا بيبقى عنده راي مش شرط ان احنا ودي ده اللي بقوله للناس مش الناس مش هتبقى كلها شبه بعضها. يعني انا ما ينفعش حامد يبقى شبه ابراهيم شبه زيد شبه عبيد. كل واحد يبقى عنده رايه وشخصيته الاختلاف ده مهم في الاطار في الاطار. تمام. بصفتك شخصيه عامه وممكن تواجه نقد او يعني اشاده او نقد هل في يوم من الايام مثلا وانت في الشارع واجهت نقد او
او حاجه؟ والله والله وانا بحلف بالله وده حلفنا اتحاسب عليه يعني، اني عمري ما شفت من الناس في الشارع غير كل حب وتقدير بصراحه يعني، ودي حاجة أنا ببقى سعيد بيها، ومفيش مكان بدخله إلا لما يعني الناس بتتعامل معايا بود وبحب وباحترام. أقصى حاجة ممكن حد يقولها لي يقول خلي بالك مننا شوية يا كابتن، قول له أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ قول لي أنا زملكاوي. يجي واحد تاني خلي بالك مننا يا كابتن، أهلاوي ولا زملكاوي؟ أهلاوي. فاهم الفكرة عاملة إزاي؟ دي أقصى حاجة ممكن حد يكلمني فيها. إنما الحمد لله بفضل الله يعني أنا 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 محظوظ بحب الناس يعني، الحمد لله. الحمد لله. إزاي بتتعامل بقى مع حملات السوشيال ميديا؟ أنا لا أرى لا أسمع لا أتكلم. لما يكون أنا قناعاتي قلتها على الهواء وأنا مؤمن بيها بنسبة 100% أنا تمام، أنا عملت اللي أنا عارف إن أنا لما هقف قدام ربنا يوم القيامة وهيحاسبني عليه أنا عارف هتحاسب عليه إزاي. ففي ناس بتترصد لك، في ناس بتتربص بيك، في ناس بتتصيد لك الجمل بين الجمل وتخش في النوايا وفي الحاجات اللي شبه كده، الامور اللي شبه كده. انا والله العظيم والله العظيم القريبين مني عارفين كويس قوي انا قلت اللي انا عايزه وبعدين خلاص يعني، قلت اللي انا شايفه من وجهه نظري كان صح، واللي انا لما هتحاسب عليه يوم القيامه هتحاسب عليه لوحدي، فخلاص يعني قولوا اللي انتوا عايزينه ما انتوا عايزينه يعني. الا لو انا غلطت، لو انا غلطت انا لا اكابر ابدا، ولو انا غلطت على الهوى عمري الحمد لله بفضل الله ما حملت حد من فريق الاعداد بتاعي ولا حتى من فريق العمل بتاعي عمري ما حمله خطا ابدا. المذيع اللي فروم اي تو زي بيشتغل على شغله صح، ان حصل خطا على الهوا من اي حد من المنظومه بتاعته هو اللي بيتحمله، زي بالظبط فكره المدرب واللعيب. انا بحترم جدا المدرب اللي بيطلع يقول بعد ما اتغلب في ماتش انا كنت غلط واللعيبه بتاعتي ادت اللي عليا وانا المسؤول عن الهزيمه. فانا دايما احب اكون المسؤول عن الخطا اذا ما ارتكبه احد افراد المنظومه اللي انا بشتغل فيها، وفي الوقت ده انا بحاسبه حساب عسير يعني. بعد الواقعه الصحيه اللي انت تعرضت ليها الشديده، هل بقيت بتنظر للحياه بشكل مختلف؟ والله بص مش هكذب عليك يعني، هو انا يعني من الاول يعني الحمد لله الحمد لله تربيتي والبيت اللي انا طلعت منه ابويا دايما كان يقول اللهم لا عايشه الا عايش الاخره. فانا يعني الكلمه مسمعها حتى من وانا عيل صغير، لما مثلا يبقى في حاجه فيها لكجيريس قوي او رفاهيه تلاقي دايما ابويا يقول الكلمه دي. فانا نظرتي للحياه هي زي ما هي، ما اتصدمتش في حد لما تعبت وكنت فاكر ان حد هيبقى كويس وطلع وحش، لان انا طول الوقت عامل مسافات ما بيني وما بين الناس. انا شخص بعمل ثلاث حاجات في يومي المقربين عارفينهم، بروح الجيم، بتمرن، بشتغل الراديو، بشتغل التلفزيون، ويوم اتقفل على كده. ما عنديش حاجة تانية بعملها وما بحبش اعمل حاجة تانية غير كده. فانا على المستوى الاجتماعي مش منتشر قوي في الوسط. فانا عامل دايما مسافات ما بيني وما بين الناس، لا بعشم في حد ولا بخلي حد يعشم فيه. انا لا بحب العتاب ولا بحب اعاتب حد ولا بحب حد يعاتبني. فتقول لي خرجت من مين بالبتاع، طلعت من مين بالبتاع، هقول لك حاجه واحده بس، انه فضل ربنا عليا انه نجاني من الموضوع ده. ايه اصعب حلقه عملتها وايه السبب؟ والله بص اصل لا انت ما تقدرش تقول على حلقه صعبه الا بتوقيت، بس انا هقول لك على حاجه، هي في حلقه كانت نفسيا صعبه بالنسبه لي، ساعة وقعة الدفاع الجوي واستشهاد جماهير الزمالك. الموضوع ده كان صعب جدا جدا عليا، انا مش ناسي، كنت في 2014 وانا من النوع اللي دايما قبل الهوى ما حد يجي يقول لي هو انت هتقول ايه، هو احنا انا ما بعرفش انا هقول ايه، انا ببقى راسم الخطوط العريضه اللي انا هتكلم فيها. فكان في حاله قلق كبيره جدا جدا، الاعصاب مشدوده والناس قلقانه والقناه مشدوده، الناس بقوا يكلموني يسالوني طب انت هتعمل ايه، هتتعامل مع الموقف ازاي. انا كنت داخل وانا متعود دايما، انا بحب فكره او الجمله دايما اللي بستخدمها، عصر المذيع البلاستيك انتهى، يا اما هنتفاعل مع الناس يا اما ما نبقاش موجودين. فدي كانت حلقه صعبه للظروف الانسانيه اللي حصلت، لاستشهاد جماهير الزمالك وقتها،
فكانت صعبه جدا جدا عليا. طبعا في حلقات انا مع يعني لو انت هتسالني مقارنه عشان الناس هتقول لك طب وانت بالنسبه لك الحلقه دي كانت صعبه وحلقه الجمهور الاهلي ما كانتش صعبه، ما كنتش ساعتها مذيع مستقل يعني ما كانش عندي برنامج بقدر اقول فيه رايي، بس طبعا من اللحظات الحزينه جدا جدا الصادمه بالنسبه لي يعني يمكن دي اكتر مره عيطت فيها. ايه اكتر حلقه عملتها وخرجت من الاستوديو وانت طاير في السماء؟ لسه ما جاتش. انا بالنسبه لي الحلقه الحلوه خلصت ولسه ما جاتش يعني، فاهم الفكره عامله ازاي؟ ما بشوفهاش، ما بلحقهاش. احنا دايما اقول احنا بنشتغل كل يوم، فكل يوم انت محتاج تعمل احسن حاجه عشان احسن حاجه الناس لازم تشوفها كل يوم. بالنسبه لي لسه احسن حلقه لسه ما جاتش. ايه اكتر موقف محرج حصل لك على الهواء؟ مره كنت في قناه من القنوات والنور قطع علينا في مدينه الانتاج. ودي عمرها ما قطع ازاي؟ النور قطع في مدينه الانتاج كلها ودي عمرها ما حصلت، وكنت في استوديو تحليلي فالنور قطع، فالناس بتشايف بعضها في الاستوديو. فانا رحت مشاور للمحللين اللي كانوا موجودين وقتها وشاورت لهم ان هم يكملوا، وفضلنا مكملين. انا مش هرسك، انا معرفش انا تحت ولا انا فوق الهواء ولا تحت، انا معرفش ايه اللي حصل. دروب اول مره يحصل واخر مره يحصل، هو حصل مره ما حصلش قبل كده، عمر ما في كهرباء قطعت على مدينه الانتاج الاعلامي، بس ده حصل والله. فخليتهم يكملوا كلام عادي وفعلا فضلنا مكملين، انا مش عارف انا فوق ولا تحت، ولا رجعت الكهرباء واحنا شغالين. فانا الموقف ده انا ما اعرفش الناس ممكن تكون عرفت القصه دي ولا ما عرفتش، بس انا مره احكيها. كنت في DMC وقتها، في DMC سبورتس يعني، ما كانش بعيد الكلام ده. انا في DMC كنت في الوزن يعني 2016 2018 18 يمكن كمان مطلع 19. فطبعا لا يعني ما موقف صعبه جدا يعني، بس اتعاملت فيها عادي يعني بتلقائيه عشان الدنيا تعدي. ايه سر خناقاتك مع احمد عز برشلونه وريال مدريد؟ زيزو ده جميل. لا مش خناقات يعني، مشاكسات حلوه يعني. لا زيزو ده جميل. عز في ميزه كمشجع يعني، هو كمحلل طبعا محلل هايل يعني، هو وتامر وعمر وعمار عاملين شغل محترم جدا جدا في البرنامج. انما تيجي تسالني عن فكره المشاكسات، هي مش خناقات، مشاكسات. انا بحب عز جدا على مستوى شخصي، وبعدين هو طيب جدا جدا يعني، يبقى كسبان طول الوقت عيني ما اعرفش يفرح ما اعرفش كذا بس بعد شكسه يعني، انما مش خناقات ولا حاجه يعني. مين الضيف المصري اللي بتتمنى تستضيفه؟ هو مصري وعالمي في نفس ذات الوقت يعني، محمد صلاح. محمد صلاح. ولو اجنبي؟ ميسي طبعا. ميسي. هل في يوم من الايام ممكن نشوف ابراهيم فايق من غير نظاره؟ عادي، حقاتلك امنيتك. شفت الحركه دي سهله ازاي؟ اي خدمه. ايه حكايتك بقى مع كره القدم وايه الانديه اللي انت اختبرت فيها؟ زي حاجات كتير في حياتي يعني، انا بفضل الله ربنا هو اللي بيوجهني يعني، ففي صدف كتير في حياتي. كان برضو مساله ان انا العب كوره دي كانت صدفه، لان كنت العب في الشارع مع اصحابي. واحد من اصحابي في وقتها قال لي تعالى نروح اختبارات نادي الترسانه، فروحنا. عندي 9 سنين ساعتها، ورحت الاختبارات دي مع بابا. تمام. وبالمناسبه من الاصدقاء الاعزاء جدا جدا، هو فادي فكري ووالده الممثل الجميل مجدي فكري يعني، ببعت له تحيه كبيره، انا ما بنساهوش ابدا الحقيقه الراجل ده يعني. فروحنا الاختبارات ونجحت في نجحنا في الاختبارات، انا في سن 84 وهو في 83، وكملت بقى وكملت شويه اعتقد لحد سن 12 13 سنه مش متذكر. اتمرنت مع كابتن كتير محترمين، اتمرنت مع كابتن حسن حنفي، اتمرنت مع كابتن مدحت انور، اتمرنت مع كابتن صابر. وبعدين وانا مع كابتن مدحت انور لغوا مواليد السنه بتاعتي، فلما لغوها مشيت خلاص، ما فرحت اختبارات نادي الزمالك فنجحت فيها. كان كابتن محمد توفيق هو اللي كان موجود في الاختبارات دي، فنجحت. والمفروض ان انا خلاص يعني هبقى موجود في نادي الزمالك، فانا محتاج ان انا اخد استغنى من نادي الترسانه، لان انا كنت متسجل في اتحاد الكوره ان انا بلعب في الترسانه. فروحت لنادي الترسانه ساعتها بقول لهم يا جماعه يعني عايز الاستغنى بتاعي يعني، خلاص لاقوا المواليد اسمها سرحوني يعني بالظبط، فسرحوني. فقال لك ان يعني انت جاي لك عرض من الزمالك، قلت لهم لا انا روحت اختبارات الزمالك يعني، فانا نجحت في اختبارات الزمالك يعني فاكمل يعني. قال لك لا الزمالك يشتريك. قلت الزمالك مين اللي اشتري؟ لا مش عارفيني يا عم، انت مستعجلين بتقولوا يا جماعه انا نجحت في اختبارات يعني، عيل نجح في الاختبارات، فاهم الفكره عامله ازاي؟ مش نادي الزمالك مش شافه فراح يشتريه مثلا ولا حاجه او عايزه وبتاع. فقالوا لي لا نادي الزمالك يدفع، ونادي الزمالك ايه هيدفع فيها كوره شراب يعني.
فقلت والله العظيم ولا انا هعمل ده ولا انا هعمل ده، وقعدت في البيت. فلقيت الكابتن مدحت بيكلمني، يا ابني انت بتعمل ايه ولا ايه؟ قلت له والله يا كابتن حصل كذا كذا كذا. قال لي خلاص تعالى هنصعدك معانا وبتاع مش عارف ايه. صعدوني رجعت قعدت شويه، وبعدين مشي كابتن مدحت، جه كابتن صابر عقدني في عشتي شويه لان كنت قصير شويه سنتر فيرود، وكنت يعني كنت بقى كابتن الفرقه، وكنت هدا في الفرقه، جيت معاه بقى ما بقاش يلعبني يعني خالص، بقى يجي يصعد الناس اللي اصغر مننا يلعبهم عليا. فحسيت ان الموضوع كده ده على دخلة الثانويه العامه، بقى على دخلة الحاجات اللي شبه كده. قعدت فتره بلعبش كوره، وبعدين رجعت تاني، كان واحد من الكشافين كان شافني فوداني النادي الاهلي. يمكن انا حكيت القصه دي قبل كده، وداني النادي الاهلي ومزور. مزور ايه؟ ما انا كنت لسه اسالك قصه تزوير تاريخ ميلادك. انا مواليد 84، فالكشاف ده عايز ادي النادي الاهلي، فانا والله ما اعرف وداني، فعرفت ان هو موديني مواليد 86. انا لقيت نفسي بلعب، انا اكبر من الاهلي بلعب معاه، وانا طول عمري اصغر من اي حد بلعب معاه، فلقيت نفسي بلعب معاه. كان الكابتن بدر رجب عمره طبعا ما يفتكر الواقعه دي. نزلت تمرين او تمرينتين يعني، فروحت للحاج قلت له الوضع كذا 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 كذا، فيعني قال لي ساعتها ما بني على باطل فهو باطل يعني. فقلت له انت شايف ايه؟ قال لي عشان مفيش حاجه اسمها كده يعني. فطبعا ما روحتش تاني بقى خالص. وبعدين جه الكابتن حسن حنفي رجع تاني بيمرن في اكتوبر، فجابني معاه قعدت فتره، وبطلت بدري يعني. الكرة المصريه خسرت نجم كبير يا جماعه. طيب ده من رحمه ربنا على الناس. كوزاك ده لسه بتلعب؟ كان زماني والله العظيم. بص عايز اقول لك على حاجه، انا كمان من الناس اللي الصفات الاراديه عندها عاليه، اقسم بالله لما كنت يزحفوني ما كنتش اخرج من الملعب يعني. بس يلا كنت بقى تشوف نفسك زي مين كده في اللعيبه اللي بتلعب دلوقتي؟ لا هي مش بشوف نفسي زي مين، بس كان يعني انا مثلا اقول لك مثلي الاعلى كان وقتها واحنا بنلعب، عشان كنت بلعب في نادي الترسانه، كان مثلي الاعلى كابتن علي ماهر، لانه كان الالفه بتاعنا. كابتن علي ماهر ده احنا بنشوف في نادي الترسانه شوف كده يعني جامد جدا، وبعدين راح بعديها نادي الاهلي. ففي الوقت ده انت عارف انت بتبقى صغير وفي نفس الفرقه، فبتشوف النجم بتاعك جوه الفرقه. فطبعا كابتن علي ماهر من الناس اللي انا بحبها جدا جدا يعني. طب وكان النجم العالمي كان بالنسبه لك مين؟ لا يعني ما كانش في حد قوي يعني، ما كانش في حد في لسه. عايزين نعرف ايه سر التحول الهائل الجسماني لابراهيم فايق؟ هل انت قررت فجاه ان انت هتعمل فورمه فقررت، ولا هو الموضوع جه تدريجي، ولا ايه اللي حصل؟ كنت من وانا في الكليه وانا بلعب بروح الجيم يعني، بس كان زمان جيم بلدي كده. كنت لحد الكليه وانا مهتم جدا بالموضوع ده، بعدين فقدت الاهتمام فبدات ازيد، فبدات ازيد. وطول الوقت انت بتنصب على نفسك، هو انت بتزيد بس انت شايف نفسك بنفس الصوره اللي وانت فيها في الكليه. ففي يوم من ذات الايام انا فوجئت ان انا قاعد على كرسي زي ده كده، ومش قادر انزل اوطي اربط الرباط الجزمه. ولما نزلت بالعافيه، ولما طلعت وشي كان احمر كنت بموت. وانا ساعتها كان عندي 28 سنه، دلوقتي عندي 38 سنه. فقلت لا انا كده هموت بدري يعني، انا ما عنديش مشكله يعني كل الاعمار بيد لله، انا عندي ما عنديش مشكله ان انا اموت بدري لاي سبب من الاسباب يعني، كل ده في علم الغيب. بس مش عايز اموت عشان خاطر ان انا سرحت في الاكل. تخيل انت بتضر نفسك يعني، انت تمشي تقع عليك بلكونه تموت، ده يعني قدر عند ربنا. يعني فاهم الفكره ازاي؟ بس انت تروح بنفسك يعني، زي فكره انك تشرب سجاير، فانت بتساعد على ان انت تدمر رئتك، فانت بتساعد على ان انت تموت نفسك بدري. قررت ان كده مش هينفع، فبدات اعمل ريجيم بقى عشان ارجع بقى. رحت للدكتور قاعد يضحك عليا والله العظيم، قال لي هو انت كلفت خاطرك تبص تشوف العياده بره فيها الناس عامله ازاي؟ قلت له مش دعوه. ساعتها رايح له ما اعرفش 115 113، قال يا ابني الاوزان بره عامله ازاي؟ قلت له مش دعوه بالاوزان. قال لي يا ابني ما انت مش محتاج. قلت له بقى. فضلت مكمل لحد ما وصلت 85 كيلو لوحدي كده. ومن سنه 2013 بدات اركز تاني، ارجع اركز بقى. فانا بشكل عندي ديلي روتين في التمرين وفي النظام الاكل يعني الصحي. تتمرن كام ساعه في اليوم؟ على حسب اللي انا ببقى عايزه ايه في اليوم يعني. في ايام بقسمها فتنس، في ايام بقسمها بوكس، في ايام بقسمها حديد، على حسب التمرينه يعني. بس بحاول على قد ما اقدر ما ازودش التمرينه عن هو المفروض يعني. تمرينه الحديد تاخد لها 45 دقيقه، الكارديو هتاخد لها يعني في حدود 30 دقيقه. فالمفروض ان تمرينتك ما تزيدش عن ساعه ونص يعني. هل بتاخد مكملات ولا لا؟ ايوه طبعا يعني، مش سبلمنتس. اللعبه دي هي لعبه سبلمنتس زي برضو لعبه الكوره. اسال اي دكتور نيوتريشن في دكتور تغذيه هيقول لك انه
الجسم بيحتاج يدخل حاجات معينة بشكل معين في توقيتات معينة عشان تفيد الجسم. فالسبليمنتس بتتاخد لكل الناس الأثليت أصلا، كل الناس الرياضيين في كل الألعاب بياخدوها. بس هي الفكرة، هي ايه المحتويات اللي انت بتاخدها من السبليمنت؟ ما اللعيبة كلها دي الناس بتشوف فلاني ماسك فيه بتاعها حمراء، بتاعها بيشرب معرفش لونها اخضر، معرفش كذا كذا، هتسأل الدكتور النيتريشن بتاعه هيقولك كده. نصيحة بقى للشباب الجيماوية ايه؟ لا هم جيماوية فخلاص يعني، اللي بيتمرنوا، انما في ناس دايما دي اكتر حاجة بسمعها يعني مكرر، يقولك انا بدفع اشتراك الجيم وما بروحوش بعد كده. فدي مثلا ده الناس كلها بتقولك بدفع اشتراك الجيم وما بروحوش. هي الفكرة بس، هو انت عايز تخلي الرياضة جزء من حياتك؟ يعني انا مثلا في ساعة ونص ساعتين مقفولين عليا في اليوم، والله لو في ايه مش دعوة، ده ديلي بالنسبة لي، حاجة ده روتين يومي بالنسبة لي، بقسمه زي ما بقسم شغلي بالظبط. ففي الساعتين دول مش موجود فيهم. فانت عايز كده ولا انت بتفكر انا عايز اعمل فورمة الساحل، ولا انت عايز ايه؟ ما هي فكرة انت عايز ايه؟ اصل خد بالك هو الموضوع اصلا مش بالمعلقه، انت عايز خلاص هتبتدي تغير نفسك وتبتدي تتبسط. اصل خد بالك الرياضه بتبسطك، بتدي لك حاله من حالات الانتعاش. انت مش انا مثلا عمري ما رحت وانا بتمرن مستني ابص في المرايه الاقي شكل العضله اتغير. في ناس بتبقى نازله هي ده التارجت، هو انت لا، هو ده بيبقى على اللونج ران انت بتشتغل بتتمرن وبتتبسط، تطلع شحنه سلبيه، فبص لقى نفسك بيحصل لك حاله من حالات التغيير على مستوى طاقتك، نفسك، ادائك في الشغل، كل الحاجات دي يعني.